الموسيقى بتاعت رأفت الهجان من الموسيقى اللي اتطلبت مني كتير، ويعني لقيت كومنتات كتير عليها ولقيت ناس كتير دايسين لايك، فقلت اعملها لكم. فانت لو عندك اي طلب، اي اغنية عايز تعزفها، اي سؤال، سيبهولي في الكومنتات وهعمل لك بيه فيديو. بس قبل ما نبدأ، انا حابب اقولك لو حابب ان انت يعني تشتغل معايا كورس كمانجا، فانت قدامك 3 اختيارات. قدامك يا اما لو انت من اسكندرية تنورني في السنتر بتاعي، لو انت في اي حتة تانية فانت عندك حلين. عندك الانضمام، هتلاقي تحت الفيديو في زرار مكتوب عليه الانضمام، لما تدوس عليه هتلاقي 3 مستويات. هناك بقى انا عامل ايه كورس كمانجا كده، وفي مطابعة اسبوعية، ويعني الدنيا لطيفة. طب حابب بقى تشتغل معايا مباشر برايفت، ونقعد مع بعض كده فيديو كول، ويعني نشتغل مع بعض حصة، فهتلاقي التفاصيل بتاعت الموضوع ده موجودة في الديسكريبشن. وعلى فكرة انا عامل اول حصة مجانا، بحيث لو انت حابب لسه تجرب او مش عارف اذا كنت هتعرف تتعامل في الاونلاين ولا لا، فانا مخليك تجرب. فاول حصه ليك مجانا، انزل بقى هتلاقي الانستا والارقام، وهتلاقي كل حاجه، هتلاقي صفحه الفيس وكل حاجه. فانزل اشترك في الكورس واستفيد بالحصه المجانا، شوف هتلاقي نفسك تمام ولا ايه. تعالوا واحده واحده نحاول نلعب الاغنيه بتاعتنا او الموسيقى بتاعتنا. ومعلش في دوشه بره، معرفش هيوصل لكم ولا لا، بس ايه ركزوا معايا في البدايه كده. سول فا مي. بس قبل ما ابدا، حابب اقول لك اللي بقوله في كل فيديو، كمانجتك شرقي او غربي مش هتفرق، خد مني النغمات والعبها زي ما هي مظبوطه عندك، سواء كنت سول ري لا مي او سول ري سول ري، هي كده كده نفس النغمات، فخدها والعبها زي ما كمانجتك موجوده عادي. سول فا مي ري مي ري دو ري مي ري مي ري سول فا مي مي فا صول لا صول سي سي لا صول لا صول فا صول فا مي ري صول فا مي. واحدة واحدة تاني. صول فا مي ري مي ري دو ري مي ري مي ري صول فا مي مي فا صول لا صول سي سي لا صول لا صول فا مي ري صول فا مي. اللي جاي بقى غلس شوية، وهيكون معانا المي بيمول عربة. ولو مش فاهم يعني ايه عربة اصلا، شوف الفيديو اللي اتكلمت فيه عن الموضوع ده، يعني مهم جدا بالنسبة لك. بس يعني احنا هيبقى معانا نغمة هي مش اساسية في السلم بتاعنا، اللي هي المي بيمول. طيب هنعملها ازاي؟ مي مي بيمول ري مي بيمول ري دو ري دو مي مي بيمول ري دو ري ري دو سي لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي دو ري مي دو سي دو ري دو سي لا صول فا مي. هي الحته دي سريعه، انا غصب عني لازم اقولها بسرعه عشان تحس بالموسيقى نفسها، ولكن انا هقولها لك دلوقتي بالراحه خالص، ابطا من الموسيقى نفسها بحيث ان انت تعرف النغمات. مي مي بيمول ري مي بيمول ري دو ري دو مي مي بيمول ري دو ري ري دو سي لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي دو ري مي دو سي دو ري دو سي لا صول فا مي. وبس يا سيدي، لو عندك بقى اي سؤال، اي طلب، اي حاجه، سيبها لي في الكومنتات، وما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديو بكره، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.